يحكى في سوريا ما قبل الثورة أن ممرضاً جاء من الساحل إلى مستشفى في دمشق فحكم كل من فيها من أطباء. ويحكى أيضاً أن ضباطاً كانوا يلقون التحية العسكرية لمساعد جاء من ذات المنطقة ليحكم لواءً أو حتى فيلقاً. يحكى كذلك أن عنصراً أمنياً جاء من هناك فحكم قرية في مجاهل دير الزور أو الحسكة. كان ذلك قبل 2011 أو هكذا اعتقد. سيحكى لاحقاً أن ممرضاً تركياً جاء إلى مستشفى مارع في ريف حلب ليحكمها. ولن تصدق الأجيال هذه الرواية. سيضيف الراوي أن الممرض التركي وبخ طبيباً ثائراً لأنه أخرج قميصه من غسالة المستشفى دون إذنه، وسيكذب كذلك، وبأن طبيباً آخر سورياً كذلك كان قد عالج جرحى حلب الشرقية حوصر معها، أصيب في قصف روسي، عولج في فرنسا رافضاً كل عروض البقاء هناك ليعود ويكمل مسيرته الإنسانية في الشمال السوري، طرد بسبب ذات القميص، قميص علي رضا الممرض التركي، القميص الذي يختصر مشهد ما يسمى محرراً، وللعرب تاريخ مع القمصان. ما قصة قميص الممرض التركي الذي أشعل الشمال استنكاراً وشجباً؟ ولماذا يطرد أطباء لهم تاريخ في الثورة بسببه؟ هل تمهد القضية لمرحلة جديدة يخرج السوريون من كل العباءات؟ أم إن الوقت قد فات على تصحيح المسار؟ أهلا بكم إلى هنا سوريا. يبدو أن الإعلام بات ملكياً أكثر من الملك، يلام بالتقصير إن تغاضى ويتركه صاحب القضية حين نقرر تبنيها. الدكتور عثمان الحجاوي الطبيب صاحب العلاقة والذي فصل من مستشفى مارع بشكل تعسفي رفض الخروج معنا ولا أسباب مقنعة. موقف مشابه تبناه كل من الدكتور مرام الشيخ وزير الصحة في الحكومة المؤقتة ومدير صحته في حلب الدكتور رضوان كردي. الرفض جاء كذلك، وهنا المستغرب، من كل من الدكتور وليد التامر نقيب أطباء حلب والدكتور عبد الحميد دباك نقيب الأطباء، وهما المنوط بهما وبنقابتهم حماية حقوق الأطباء. نرحب بضيوف حلقة اليوم من عنتاب الدكتور منذر خليل مدير صحة إدلب السابق، ينضم إلينا كذلك من مدينة مرسين التركية غزوان قرنفل المحامي والمستشار القانوني، ومن ريف حلب الناشط الإعلامي ماجد عبد النور. نتابع معا هذا التقرير ونعود لمناقشة التفاصيل. قالت العرب بقميص عثمان، وقالت بنو إسرائيل بقميص يوسف، أما قميص علي فهو بدعة قال بها الترك في الشمال السوري. علي هذا ممرض تركي أقام الدنيا ولم يقعدها، لأنهم أخرجوا قميصه من الغسالة دون علمه. وفي تفاصيل الحكاية، أقدمت إدارة مستشفى مارع الخاضعة للإدارة التركية على طرد الدكتور عثمان حجاوي لأنه ناصر طبيباً زميلاً له تعرض للاعتداء اللفظي من قبل ممرض تركي لم يستأذن من تبديل وجبة الغسيل في المستشفى حيث قميصه. في عندنا أحد الأطباء طيب جداً من إدلب، والله نازح، وفي عندنا غسالة بالفندق وساكن هو بالفندق يعني، فلاقي لباس، خلصت الغسالة وطفت وشغله وشال اللباس حطه فوق بعد ساعة يمكن، وحط لباسه الرجل، فطلع اللباس لممرض تركي، هو طبيب أسنان عندنا بالمشفى، جاء عيط علي: أنت قليل أدب، قليل ذوق، قليل حشمة، قليل 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 خيو. والرجل ما حكى معه شيء أبدا، راح حتى اشتكى لرئيس الأطباء ما طلع منه شيء. المهم تدخلت أنا والأطباء، المهم حركنا الموضوع، استطعنا ننقل هل ممرض لتركيا، وانه البارحه كاتبين قرار فصلي. رافع علوان الطبيب الذي تعرض للاعتداء تقدم بشكوى لاداره المستشفى حول الحادثه ولم يؤخذ بها، وبدل محاسبه الممرض علي رضا اصدر كبير الاطباء التركي وابن بلده ايرول تكتشي قرارا بفصل الدكتور عثمان حجاوي، فيما رفض كبير الأطباء السوريين عبد الرحمن حافظ التوقيع على القرار. أطباء المستشفى عدوا قرار الفصل تعسفياً وطالبوا الإدارة بالعدول عنه. موقف مشابه اتخذته نقابة أطباء حلب الحرة
ومكتب الطلبة في جامعة حلب الذي خرج بمظاهرة منددة بالقرار. الوقفة باختصارا هي تأييد لعودة الدكتور عثمان بشكل طبيعي وإلغاء القرار. فالقرار لأنه بالأصل ما هو قانوني، ما هو موفق نهائيا. نحن منطالب الأخوة الأتراك المعنيين بهذا القرار التراجع عنه أو تشكيل لجنة. ما في تراجع مباشر، تشكيل لجنة دراسة حيثيات القرار، إيش مبررات هذا القرار بتوقيف عمل الدكتور عثمان حجاوي. عثمان حجاوي يحمل شهادة الدكتوراه بأمراض القلب، ظل يعمل في حلب الشرقية مع الجيش الحر منذ العام 2012 حتى نهاية الحصار أواخر 2016. قدمت له عروض للعمل في فرنسا حيث كان فيها للعلاج من إصابة بقصف روسي بداية 2017، لكنه آثر العودة إلى سوريا للوقوف مع أهله، يكافأ اليوم بالطرد من قبل تركي والمنع من العمل فيما يسمى محرراً. مجدداً أرحب بضيوفي الأكارم للنقاش حول موضوع الدكتور عثمان حجاوي، أهلاً بكم جميعاً. دعني أبدأ معك ماجد عبد النور الناشط الإعلامي، ماذا جرى تحديداً في مستشفى مارع وما هي التفاصيل لديك حول هذا الموضوع؟ نعم، كما ذكرتم في تقريركم القضية كانت تتعلق بقميص وغسالة، ولكن هذا ليس جوهر القضية، إنما هذا هو شكل أو إطار الشكل لهذه القضية. القضية في جوهرية هي قضية عنصرية بحتة من قبل ممرض تركي على أرض سورية. استطاع هذا الممرض عبر نفوذه وعبر تسلطه وعبر هذه العنصرية المقيتة من أن يطرد بروفيسور سوري على أرض سورية. للأسف العنصرية المتنامية في تركيا تنعكس على العاملين. ماجد وضح لي أكثر، ما الذي تقصده بالعنصرية؟ هل هذه الحادثة هي متكررة دائما ولكن هذه المرة هي ظهرت للعلن؟ هذه الحادثة طبعا ربما الأولى مع الدكتور، ولكن هذه الحادثة تحصل دائما، لا أقول الكثير، إنما جزء لا بأس به من الموظفين الأتراك، ضباط وموظفين مدنيين وغيرهم، يتعاملون بفوقية كبيرة مع السوريين في الداخل وكأنهم أسياد والباقي من العبيد. طبعا هذا الأمر هو نتيجة تنامي العنصرية بتركيا بشكل كبير، والأمر الذي انعكس على الداخل السوري. فالذي أود أن أقوله أن تركيا تطلق النار على قدميها. للأسف هؤلاء الموظفون وهؤلاء الضباط الفاسدون المرتشون الذين يتعالون على الشعب السوري والذين يتعاملون بفوقية مع الشعب السوري هم أكثر من يضر بمصلحة الأتراك. ما أود قوله أن على تركيا أن تعلم أنها تتعامل مع هذه الشريحة من المجتمع السوري وعليها أن تتعامل معها بشكل خاص. هذه الشريحة قاومت نظام الأسد لعشر سنوات وحاربت روسيا وميليشيا حزب الله وإيران. هذه الشريحة متمردة، هذه الشريحة لا تقبل المساس بالكرامة، تقبل الفقر، تقبل القهر، تقبل كل شيء، ولكن لا تقبل المساس بالكرامة بالمطلق. دكتور منذر، أن تركيا كيف تنظر إلى هذه الحادثة؟ السؤال لي أختي الكريمة. نعم لك دكتور، تفضل. حقيقة يعني الاعتداء على الكوادر الطبية في شمال سوريا هي الظاهرة تنامت بشكل أخير خلال السنوات الماضية. رأينا منذ حوالي الشهر الاعتداء على الكوادر الطبية في مشفى أطمة، كما رأينا قبل ذلك الاعتداء على صيدلاني في ريف حلب الشمالي، واليوم هذه الحادثة على الدكتور عثمان الحجاوي. حقيقة الموضوع مؤسف جدا. إذا عرفنا أن عدد الأطباء بشكل عام في شمال سوريا هو حوالي 2 طبيب لكل 10,000 نسمة، والحد الأدنى المقبول هو 5 أطباء لكل 10,000 نسمة في الأزمات الإنسانية، وبالتالي نحن لدينا عجز هائل في عدد الأطباء. واليوم كل العالم حقيقة يسعى لاكتساب المزيد من الأطباء، يسعى لجذب الأطباء. اليوم يوجد عجز حوالي 20 مليون كادر طبي على مستوى العالم، خاصة مع أزمة كوفيد التي أعصفت بالعالم بشكل عام. وبالتالي يعني يجب علينا أن نفكر كيف يمكن نحن أن نستقطب المزيد من الأطباء لهذه المنطقة، كيف يمكن حماية الأطباء، كيف يمكن دعمهم، لا كيف يعني
أو لا نمارس ضدهم يعني. سأعود إلى هذه النقطة، ولكن دعني أرى الأستاذ غزوان. يعني اليوم تحدثنا مع الدكتور عثمان ورفض المشاركة معنا، كما تحدثنا أيضا مع وزير الصحة في شمال سوريا ورفض أيضا المشاركة في الإعلام للحديث عن هذه الحادثة. برأيك لماذا ترفض هذه الشخصيات المشاركة بمواضيع حيوية جدا وتمس المدنيين المتواجدين هناك إضافة إليهم؟ يعني بكل أسف، يعني أنا بقدر بتفهم يعني امتناع الطبيب عن المشاركة أو الإدلاء برأيه، ربما ينتظر إجراءات معينة باتجاه طي الملف وأنصافه، فلا يريد أن يكون عقبة في هذا المسار ربما. لكن أن يمتنع وزير الصحة بالحكومة المؤقتة فتلك هي الكارثة، لأنه الحكومة المؤقتة يفترض أنه هي الجهة المنوط فيها إدارة هاي المناطق والإشراف على المؤسسات الموجودة فيها، وضمن تلك المؤسسات بطبيعة الحال هي المشفى المشار إلى. فامتناع يعني الجهة المنوط فيها مسؤولية هذا الموضوع هو عبارة عن موقف جبان، يعني أنا بعتبره ويعني موقف جبان من الحكومة المؤقتة. طيب ما بدنا نحكي عن الحكومة المؤقتة مثلا، وزير الصحة رفض المشاركة، ماذا عن مديرية الصحة في حلب؟ أيضا مدير الصحة في حلب أو نقيب الصحة في حلب رفض المشاركة في هذه الحلقة، لماذا هذا الرفض بالحديث عن هذا النوع من الممارسات التعسفية بحق الأطباء في شمال المحرر؟ يعني مثل ما قلت لحضرتك، هو عبارة عن موقف جبان، سواء يعني اتخذه مدير صحة أو اتخذه وزير صحة، الامتناع عن الإدلاء بهذا الرأي أو موقف تجاه أي قضية الحقيقة لا يمكن تفسيره إلا بالموقف الجبان. يجب أكثر من إعلان موقف، يعني يجب بدء اتصالات مع السلطات التركية اللي يعني يفترض أنه لها دور في إدارة هاي المناطق أو هاي المؤسسات، أو هي اللي عم ترفضها بالكوادر الطبية أو الإدارية. فالمفروض يكون في تواصل وإعلان موقف أنه لن يعود العمل في هذا المرفق ما لم يعد الطبيب اللي تم فصله بشكل تعسفي وبشكل همجي، لأنه قرار الفصل بينطوي على همجية، يعني لجهة امتهان كرامة هذا الرجل وامتهان قيمته العلمية. فبالتالي أنا أزعم أنه هاي المواقف الجبانة راح يترتب عليها يعني أثر مديد للمستقبل. اليوم كما أشار أحد الأخوة المشاركين أنه تركيا تطلق النار على قدمها، هذا الكلام صحيح، لأنه يفترض أنه هذا المجتمع هو قوة ناعمة لتركيا. اليوم تركيا تتآكل هذه القوة الناعمة ويعلن مواقف مخالفة لتوجهاتها أو لسلوكها في تلك المناطق، وبالتالي هي تقضي على أي أمل لدى الناس بالاستناد إلى ما يفترض أنه حليف لها في هذه المناطق. نعم. بكل ماجد. أسف. نعم ماجد، رأينا على وسائل التواصل الاجتماعي تفاعل كبير مع الدكتور عثمان من عين المكان، وحضرتك متواجد في ريف حلب، كيف تفاعل الأهالي في تلك المناطق مع هذا الإجراء التعسفي وكيف تم تداوله؟ يا سيدتي، كما قلت، التعامل مع الشريحة الموجودة في الريف الشمالي مختلف تماما عن التعامل مع الشريحة الموجودة في مناطق النظام. هذه الشريحة مشبعة بالكرامة ولا تقبل المساس بكرامة أي إنسان ينتمي إلى الثورة، وخصوصا الدكتور عثمان، وهو مشهور من الأطباء المشهود لهم في الثورة السورية منذ انطلاقتها، وأصيب في حصار حلب وانتقل للعلاج في فرنسا ورفض البقاء في فرنسا ثم عاد إلى هذه المنطقة. واجب الفعاليات الثورية أن تقف إلى جانب هذا الطبيب. وللأمانة الحجم التعاطف مع الطبيب فاق كل التوقعات من قبل الثوار، وهذا أنا أعتقد أن هذا أمر طبيعي، ولكن الغير طبيعي هو للأسف صمت وجبن وخوار المؤسسات التي صمتت صمت القبور عن هذه القضية.
وأثبتت أن هذه المؤسسات الموجودة هي السبب الرئيسي في جعل هذا الممرض وأمثال هذا الممرض يركبون على ظهر الشعب السوري. للأسف قلتم بأن وزير الصحة لم يأتي، قلتم بأن مدير صحة حلب لم يأتي، قلتم بأن معظم الأطباء لم يأتوا هم، وللأمانة هذا الأمر هو جبن، وأؤيد الضيف الكريم، هو جبن وخوف على مكتسبات شخصية، وأيضا خوف من مؤسسة لا يمكن أن تحميهم. بالعموم التفاعل مع الطبيب كان تفاعل جيد جدا وبل وأكثر من ممتاز، وهذا التفاعل طبيعي لأن هذا الطبيب هو ابن الثورة وابن هذه القضية التي تتمحور حول كل شيء يمكن المساس به إلا الكرامة. دكتور منذر، سألنا متابعينا على وسائل التواصل الاجتماعي هل تعتقد أن هناك تمييزا إداريا أو طبيا بين الأتراك والسوريين في الشمال المحرر؟ بنسبة 84% ممن شاركوا يروا بأنه نعم هنالك تمييز إداري وطبي، وبنسبة 16% ترى بأنه لا يوجد أي تمييز إداري. هل لمست أي تمييز إداري أو طبي بين الأتراك والسوريين في الشمال المحرر خلال عملك هناك؟ أختي الكريمة، أنا كنت مدير صحة إدلب، وبالتالي خلال 10 سنوات الماضية كنت أعمل في محافظة إدلب، حيث لديها يعني طبيعة إدارية مختلفة. لا يوجد مشافي مدعومة بشكل مباشر من المنظمات أو الحكومة التركية ضمن محافظة، ولكنك كنت جغرافيا قريب من المكان دكتور منذر، عادة ما تصل هذه الأخبار. صحيح، ولكن مما أسمعه حقيقة من الكوادر الطبية بشكل عام المتواجدة في الريف الشمالي وحتى من الأهالي، نعم يوجد هناك تمييز على مستوى الرواتب، حيث أن راتب الطبيب التركي ليس كراتب الطبيب السوري، وتمييز على مستوى التمريض، وباعتقادي هذا خطأ كبير جدا وخطأ كارثي حقيقة يعني، وسياسة خاطئة. لا أعرف يعني كيف تم ابتداء هذه السياسة، والآن يعني بحكم وجودي حاليا خلال هذه الفترة بقصد يعني دراسة السياسات والتمويل والتخطيط الصحي في جامعة لندن، أرى حقيقة في المملكة المتحدة أن هناك يعني سلم رواتب موحد لكل الناس، هناك حقوق موحدة لكل الناس، هناك السعي بشكل مستمر لجذب المزيد من الكوادر الطبية، وكذلك الحال في الكثير من الدول حول العالم، وبالتالي سياسة التمييز حقيقة غير مقبولة. الطبيب يجب أن يحترم، يجب أن يأخذ كامل حقوقه. نعم يعني مما شاهدته والاستطلاع يعني يدل على ذلك، والناس عموما لا تكذب، ووعي الناس حقيقة كبير جدا. وحتى إن لم تتحدث في لحظة ما لأسباب نعرفها جميعا، قد يكون الخوف، قد يكون عدم الرغبة في الدخول في مشاكل معينة، ولكن الناس حقيقة لديها ذكاء اجتماعي كبير ولديها وعي، وبالتالي عندما يرى عموم الناس بشكل عام أو معظم الناس أن هناك تمييز، فهذا يعني أنه يوجد مشكلة جدية حقيقية يجب التعامل معها، ليس فقط على المستوى المالي وإنما على المستوى الإداري. وأنا أتفق مع ما ذكر يعني أن الحكومة السورية المؤقتة في هذا السياق عليها مسؤولية كبيرة جدا، ولا يمكن بصراحة معالجة الأمور بالصمت، لا يمكن معالجة الأمور بالاختباء خلف المشكلة وإنكار وجود المشكلة، لأن هذه المشاكل سوف تنفجر لاحقا، وبالتالي لابد حقيقة. طيب بالحديث عن هذه المشاكل وما ذكرته دكتور منذر، أستاذ غزوان، أنقل لك التساؤل، ألا يوجد تدقيق قانوني من قبل الحكومة المؤقتة على الإدارة داخل هذه المستشفيات من قبل وزير الصحة، على العقود التي يوقع عليها الأطباء السوريين والأطباء الأتراك العاملين في الشمال المحرر؟ يعني من خلال واقع الحال أنا بفترض الحقيقة أن الحكومة المؤقتة هي بحالة غيبوبة خارج يعني التغطية نهائيا فيما يتعلق بالأوضاع اللي عم تعيش الناس في مناطق المسمى زورا محررة. ف يعني أزعم أنه هي الحكومة كأنه هي مستقيلة من مهامها يعني، أو ما أنيط فيها من مهام. وهذا الحقيقة بيعيدنا لنقطة الاستبيان اللي حضاراتكم طرحتوه، يعني هذا بيجبرنا نقول أنه يجب إعادة صياغة العلاقة بطريقة مختلفة مع الأخوة الأتراك. طيب أستاذ غزوان، هل ترى أنه الغيبوبة التي وقعت بها الحكومة المؤقتة هي التي سهلت أن يكون هنالك تمييز إداري بين الأطباء الأتراك والسوريين، وهي التي تسمح اليوم بهذه التجاوزات التي نراها؟
يعني الحقيقة الحكومة ما هي يعني ما طرأت عليها الغيبوبة كحالة طارئة، هي أوجدت نفسها في هذه الحالة حتى تنأى بنفسها عن مسؤولية إعلان موقف، فبالتالي ليس لديها القدرة على التدقيق في أي شيء. هذا واضح، يعني ظاهر الحال هذا اللي بيشي، سواء على المستوى العسكري أو على المستوى الخدمي أو على أي مختلف المستويات، حتى على المستوى القضائي. وبالتالي يعني اليوم عجز هذا الكيان المسمى حكومة مؤقتة عن أداء وظيفته يوجب إنهاء وجوده، يعني إنهاء هي الحالة الشاذة اللي ما إلها لزوم، يعني أو إيجاد آلية وصيغة جديدة لنسج علاقة مختلفة مع الأتراك. بهذه الطريقة لن يكون السوريون مطية لأي مشاريع ما لم تكن تخدم مصالح السوريين في المقام الأول. أما أن تكون تلك المناطق فقط لخدمة مصالح حلفائنا الأتراك، فهذا الكلام ما في توازن ولا يجوز قبوله. هذه العلاقة يجب أن تكون علاقة تحالفية، ونحن لسنا ضد مصالح الأتراك لجهة الأمن القومي التركي، ولكن يجب أن يكون في المقدمة منها مصالح السوريين أيضا. يعني هذا اللي بقصده بإعادة صياغة العلاقة. مو معقول اليوم إنه مجرد موظف لكونه ينتمي إلى أنه مواطن تركي يتغول على طبيب سوري أو أطباء سوريين أو موظفين سوريين في داخل الأراضي السورية وفي يعني مؤسسة يفترض أنها سورية. فوالله هذا العار اللي عم يتلبسنا صار شيء مخجل ومعيب، وعلى هذه الحكومة إما أن تعالج هذا الموقف بما يعيد للرجل كرامته وموقعه واحترامه، وإما أن تستقيل، يعني وإلا لم تعد يعني تختلف بشيء عن الطرف الآخر الذي يفترض أنها تواجهه أو تحاربه أو تطالبه بالكرامة، لا تختلف شيء عن حكومة النظام أو غيرها. معيب هذا السلوك، يعني الانبطاحي بهاي الآلية وهي الدرجة، شيء مخجل يعني صار. صحيح أستاذ ماجد، اليوم تظاهر الأهالي أمام المستشفى في مارع وأيضا بعض الأطباء مطالبين إدارة المستشفى بالتراجع عن قرار الفصل أو إعادة النظر به أو تشكيل لجنة لإعادة النظر في هذا القرار، هل هنالك أي رد رسمي من قبل إدارة المستشفى إلى هذه الساعة؟ نعم، حصل هناك اجتماع بين وفد تركي جاء إلى مدينة مارع ووجهاء المدينة وبعض الأطباء من المشفى، وهناك حتى الآن لم يتسرب أي شيء عن هذا الاجتماع، ولكن الواضح أن هناك وفد تركي طبي أم وفد تركي من المسؤولين المتواجدين على الأرض؟ طبي، وأيضا يقال أن الوالي قد حضر، أيضا والي عنتاب، والي كلس عفوا، قد حضر إلى المنطقة لحل هذه المشكلة. الواضح أن هناك إرادة لحل هذه المشكلة لأنها أخذت صدى كبير على وسائل الإعلام، وأيضا هناك حالة من الاستنفار في ريف حلب الشمالي وحالة من الغضب الشديد على ما حصل نتيجة لهذه المهزلة التي حصلت بحق الطبيب عثمان الذي تعرض لإهانة كبيرة من قبل ممرض للأسف على أرض سورية وفي مشفى سوري، وقرار جائر جدا بفصل هذا الطبيب. ولكن بالعموم حتى الآن لا يوجد أي شيء يتسرب عن هذا الاجتماع، ولكن أنا كتحليل شخصي أتوقع أن هذه المشكلة في طريقها إلى الحل. طيب دكتور منذر، ذكرت حضرتك في بداية حديثك أنه الاعتداء على الكوادر الطبية في الشمال السوري ظاهرة تتنامى نوعا ما، وذكرت بعض الأمثلة عن هذا الموضوع. اليوم مع قضية الطبيب عثمان حجاوي وهذا الاعتداء الإداري على الطبيب بهذه الطريقة، ما خطورة استهداف الكادر الطبي في الشمال المحرر بالنظر إلى الأرقام التي ذكرتها من يعني قلة عدد توافر الأطباء في الشمال؟ نعم، يعني حقيقة خطورة هذا الموضوع أنه سوف يؤدي إلى المزيد
من الاستنزاف للكوادر الطبية. نحن نعلم أنه تم استنزاف الكوادر الطبية خلال السنوات الماضية نتيجة قصف المنشآت ونتيجة اعتقال الكوادر ونتيجة الاغتيالات التي حصلت في حق الكوادر ونتيجة التردي الوضع الأمني والمعيشي والتعليمي و إلى آخره. فهذه المشاكل سوف تزيد بالتأكيد استنزاف الكوادر الطبية. نرى بعد كل حادثة من هذه الحوادث حقيقة أن عدد من الأطباء والكوادر الطبية بشكل عام تسعى للهجرة خارج البلد لتحقيق شروط أفضل، لتحقيق وضع أمني، للحفاظ على كرامتهم، وبالتالي هناك خطورة حقيقية من استنزاف المزيد، وهذا يعني بالضرورة نقص مستوى الخدمات الطبية المقدمة في هذه المناطق، يعني ازدياد معدل الوفيات، ازدياد معدل الإمراضية، ازدياد معاناة الناس في هذه البقعة التي حقيقة اجتمعت عليها كل مصائب الأرض، يعني من جوع وبرد ونقص في وسوء في الوضع الأمني وسوء في الوضع المعيشي وسوء في الوضع الإداري والسياسي كما ذكر يعني الضيوف الأفاضل. فعلا هناك فراغ إداري سياسي في هذه المنطقة، بحيث أن الطبيب لو حصل معه اعتداء مثل هذا الذي حصل، من هي الجهة التي تستطيع إنصافه؟ من هي الجهة التي يستطيع أن يتقدم بمظلمة إليها؟ حقيقة لا يوجد، هناك فراغ كبير جدا، وبالتالي نحن أمام مشكلة حقيقية لا تختص أو لا تنحصر. طيب برأيك دكتور منذر، اليوم بالواقع الراهن الذي نراه، من هي الجهة التي يجب أن تقف لحماية الكوادر الطبية المتواجدة في الشمال؟ يعني هناك جهتان رئيسيتان من وجهة نظري، الحكومة السورية المؤقتة كجهة مسؤولة رسميا عن إدارة هذه المنطقة، ونقابة الأطباء، فنقابة الأطباء هي المسؤولة بشكل عام عن الدفاع عن حقوق الأطباء، وأول هذه يعني هذه الخطوات الواجب اتخاذها اتخاذ موقف، يعني عندما يقبل أي شخص أن طيب إذا رفضت، يعني اليوم نراها ترفض المشاركة للحديث للإعلام عن هذا الموضوع، هل من الممكن أن يعول عليها مستقبلا؟ بصراحة مع الأسف وجهة نظري لا يعول عليها كثيرا، يعني وأنا مع الضيوف، يعني عندما يقبل الشخص أي شخص أن يكون في المسؤولية فيجب عليه تحمل يعني عواقب هذه المسؤولية، وإلا فليجلس في منزله فهو أشرف له وأفضل له. أنا مع الضيوف حقيقة، أنا لا أعول كثيرا على يعني موقف واضح من الحكومة السورية المؤقتة في هذا الصدد، يعني ولا أبني كثيرا عليها. وأعتقد أن التجاوب الذي حصل من قبل المسؤولين الأتراك حصل نتيجة رد الفعل الشعبي المجتمعي وموقف الكوادر الطبية بشكل عام، وليس موقف المؤسسات. فلم أرى حقيقة أي موقف واضح لأي مؤسسة في الشمال السوري، يعني عبرت عن استهجان الحادثة أو عن موقف واضح أو فتح قنوات مع الجانب التركي بشكل صريح ومعلن، وبالتالي لا يعول كثيرا على المؤسسات الموجودة، يعول أكثر حقيقة على وعي المجتمع وموقفه ودور الكوادر الطبية وموقف الناشطين والإعلاميين الذي حصل. دكتور أستاذ غزوان، اليوم يعني إذا كنا نرغب برسم صورة مثالية متخيلة مقارنة بالواقع الذي نراه اليوم لحماية الكوادر الطبية العاملة في الشمال السوري، كيف تراها بسياقها القانوني؟ يعني الحقيقة المسألة ليست فقط لحماية الكوادر الطبية على أهميتها، يعني لأنه مع الأسف تركيا لم تعرف كيف تحافظ على الكوادر الطبية التي كانت متواجدة على أرضها واللي صارت اليوم في أوروبا بعشرات الآلاف، وقد ندمت ندامة الكسعي على عدم احتضان هي الخبرات الطبية الكبيرة. صرف النظر، الحماية يجب أن تكون حماية للمجتمع كله، سواء كانوا ناشطين أو حقوقيين أو قضاة أو محامين أو أي شيء يعني. فإذا مسؤولية الحكومة المؤقتة يجب أن يعاد صياغتها من أول وجديد، دور الحكومة المؤقتة في إدارة تلك المناطق يجب أن يعاد صياغته من أول وجديد. يعني آلية التواصل مع الأخوة الأتراك من قبل الحكومة المؤقتة يجب أن تكون مختلفة، إما أن تكون هذه الحكومة صاحبة قرار وصلاحيات في المناطق المنوط فيها إدارتها، وإما أن تعلن أنه هي أعجز من أن تدير تلك المناطق وتستقيل من هذا الدور حتى لا تكون دريئة لنا ولغيرنا في انتقادها وفي شتمها حتى. فبالتالي الفكرة تقوم على إعادة صياغة كل الأمور من أول وجديد، يعني سواء على المستوى العسكري،
الكف عن إناطة المسؤولية الأمنية والعسكرية لأشخاص يعني هم أقرب إلى المافيات منهم إلى الكوادر العسكرية، الكف عن إناطة إدارة الشؤون المدنية لأشخاص ليس من اختصاصهم، أو أن يوكل أمر إدارة تلك الأمور إلى يعني موظفين أتراك، لا شأن للأتراك في تلك المناطق، ممكن أن يقدموا عون ومساعدة ونحن نشكرهم على ذلك. أما أن تكون سلطة اتخاذ القرار ضمن صلاحيات، فهذا هو اللي يجب أن يعالج بداية حتى نعرف مين المسؤول ومن هي المرجعية التي يجب أن نلجأ إلى عندما نقع في المحظور. اليوم لا شيء واضح، يعني لا دور حكومة مؤقتة واضح، ولا دور مؤسسة قضائية واضح، ولا دور مؤسسة أمنية واضح. الأمن يفتك بالمجتمع، قهر السلاح يفتك بالمجتمع، يعني ما هكذا تدار الأمور. ونسميها مناطق محررة، والله ممن تحررت يعني. وضحت الفكرة أستاذ غزوان. أذكر أيضا بالاستطلاع الذي أجريناه على صفحات أورينت على وسائل التواصل الاجتماعي، وسألنا فيه هل تعتقد أن هناك تمييزا إداريا أو طبيا بين الأتراك والسوريين في شمال المحرر؟ بنسبة 84% تتفق بأنه هنالك تمييز إداري وطبي بين الأتراك والسوريين، وبنسبة 16% لا تتفق مع هذا الطرح. أشكر ضيوفي الكرام الذين شاركونا في هذه الحلقة، الأستاذ غزوان قرنفل المحامي والمستشار القانوني كان معنا من مرسين. أشكر أيضا الدكتور منذر خليل مدير صحة إدلب السابق كان معنا من غازي عنتاب. الشكر موصول للناشط الإعلامي ماجد عبد النور كان معنا من ريف حلب. بأمان الله.